السلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتكم زيرتانو. اليوم معكم في عدد جديد على قناتنا، سوف نقدم لكم درس وشرح حول كيفية فتح حساب أدسنس من الأول إلى الأخير، وكيفية أنك تجعل الحساب جاهز من أجل استقبال الأموال والربح عن طريق جوجل أدسنس. وهذا الحساب سوف يكون عادي وغير مستضاف وبدون أن نربطه بالقناة اليوتيوب قبل حتى يتم الموافقة على هذا الحساب. قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التواصل بكل جديد القناة، وشكرا لكم. نبدأ في تطرق للموضوع، أريد أن أطرح معكم بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب منا أن نستخدمها قبل فتح حساب جوجل أدسنس. أنا معلومة عندي ونستعملها نورمال ملازم، هي أنك لا تستعمل حساب تاعك أدسنس تفتحه قبل ما تفتحه عن طريق اليوتيوب، على خاطر كون تفتح ديريكتومون من القناة تاعك اليوتيوب تروح دير لها تربطها بحساب أدسنس تفتحها عن طريق القناة، قدر ما يقبلولكش الأدسنس تاعك تسمى تولي القناة تاعك راها تلغى نهائيا، والعمل اللي عملته في القناة باه وصلت لها نسبة المشاهدة والنسبة تاع المشتركين يروحوا هكاك والقناة تقفل عادي ديريكت. من الأفضل أنك تفتح حساب أدسنس وتخدم عليه وتسنى هذاك اليوم باه يقبلوا لك الحساب، ثم يكون الحساب تاعك واجد تستطيع انك تربطه باليوتيوب ولا تربطه باي مدونه بلوغر ولا اي مدونه اخرى، المهم الحساب تاع الادسنس يكون واجد بلا ما نخدمه في اي حاجه قبله. والان نستطرق للدرس، وكاين حاجه تاني انه كل شخص عنده حساب ادسنس راهو ما يقدرش يفتح حساب ادسنس ثاني، حساب ادسنس ثاني قد يتم بإغلاق الحسابين معا. أنا حضرت عليها في دروس سابقة وسقساوني عليها ومازلنا نهضر عليها، لازم تكون عندك حساب أدسنس واحد، كي تحب تغلق حساب أدسنس أغلق حساب أدسنس تفوت عليه 24 ساعة من الإغلاق تاعو، عاود افتح حساب أدسنس تاعك جديد وعاود نفس المعلومات وكلش باه تملك حسابين في وقت واحد وفي نفس الحاسوب. على بالي بلي قفلوها لك، والله أعلم، أنا حسب المعلومات اللي عندي لازم يكون عندك حساب أدسنس واحد. الان نستطرق الموضوع، هو نروحو قبل ما نروحو لحساب ادسنس باه كي نجيو نفتحو حساب ادسنس ما يطلبناش موقع رسمي. وحنا راح نديرو واحد الشغله هكا، ندخلو الادموب جوجل ادموب، منو نكريو في جوجل ادموب، من ادموب نروحو لادسنس، ادسنس تسمى نوليو نكريو ديريكت ادسنس بلا سيت، نروحو سانسكريبت لهنا في ادموب يفتح لنا مصفح اخر يقول لي لازم توافق عليها باه نقدروا ندخلوا نعطيوك باس. الان نتمو فتح حساب تاعنا جديد في ادموب، باه من ادموب نترقوا لجوجل ادسنس ونبداو في الملوحات تاعنا باه يكون الحساب تاعنا جاهز في الادسنس. يقول لك مرحبا بك في ادموب هنا لازمنا نخيروا البلاد تاعنا، انا من الجزائر نختار البلاد تاع الجزائر. يقول لك تختار الساعه اللي راك تتعامل بها، حنا رانا يخلينيش زايد واحد، وهنا الحساب تاعك واش راك تستعملو العمله المحليه، هي كاين الدينار الجزائري ولكن انا نستعمل اورو درك، قادر في مصرف دول الخليج يستعملوا الدولار، كل واحد يستعمل الاورو ولا الدينار ولا الدولار ولا الجنيه تسمى اللي يخدم به في بلاده ويحتاجو. هنا يقول لك لازم توافق لنا على الشروط تاعنا ونكريو كونت في ادموب. هنا نوافقوا على هادو كل قريتهم من قبل، تسمى مش حوايج اللي لازمين تتم موافقة روتينية فقط، والاشخاص اللي مديرين باللغه العربيه هي نفس الامور، تتغير فقط اللغات تعود على نعم 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 بلا ما دير حتى حاجه خلاف. هنا
انا صايي تما فتح حساب ادموب عندنا، ولينا بالجيميل تاعنا نمتلكوا حساب ادموب. اوكي هنا في الادموب رانا ما نحتاجوا حتى حاجه، نروحوا ديريكتومون للبايمون. بايمون باللغه العربيه تلقى الدفعات، نورمالمون الدفعات يقول كونفيغري لو بايمون. هنا بيحل لنا في جوجل ادسنس، ديروا لو كونفيغري فورني لي ديتاي دو بايمون، يقول لك دخل لنا الحوايج تاعك تفتح جوجل ادسنس. هنا تقدروا منا، ها هو عطاني الاسم واللقب وكلش، تقدروا منا نفتحوا جوجل ادسنس. والله باش ما يقولوش راهو يكذب، والله احنا المجتمعات العربيه الاغلبيه يقول لك ويدير يتحايلوا منا ادسنس. نروحوا في متصفح خلاف الادسنس، ندخل لجوجل ادسنس، نلقاو بلي عندنا الحساب تاع الادسنس راه تفتح وواجد خالص، ما علينا غير ندخلوا المعلومات الروتينيه اللي يطلبها ادسنس باه يفتح لنا كونت جديد. شويه الانترنت ثقيلات ما مطلوبوناش، حنا تمنينا الفيديو نخدموه خفيف باه ما يكونش ثقيل على الناس ومام طون اللي بدي يفهموا. هنا تم فتح حساب الادسنس، مش حسب فتح الحساب تم فتح موقع موقع ادسنس. ها انا ديريكت هنا نلقاو بلي راه الحساب تفتح عاديا، برومي با الخطوات الاولى يعطينا نفس الفورميلار ولا الصفحه اللي بنعمرو بها المعلومات تاعنا، كيما المعلومات اللي راهي هاي في ادموب. هاني ما دخلتش خلاص الادسنس وحدو، ادسنس كريا لي الموقع. ادموب هو موقع يدير لك الدفعات ثم يولي يفتح لك ادسنس. هنا تخطينا الخطوه اللي ادسنس يتطلب منك انك يكون عندك موقع، والموقع هذاك باه يوافقوا عليه باه يعطيوك حساب ادسنس. هنا في ادسنس درك باه تسمى في الاول تجيك غير اكاي وكومونتير. هنا تسمى الحساب تاعك راه موش كونفيغري ولا موش موثق، لازمنا ندخلوا المعلومات هذه ونستناو 24 ساعه، و 24 ساعه هذيك راح يفتحوا لنا كل رابور منا تم الحساب تاعك يكون جاهز. اربطو يا اما بقناه يوتيوب يا اما بموقع ليك باي شيء، المهم انه الموقع تاعك ولا قناه يوتيوب تبقى امنه ومش معرضه لحتى خطر. هنا نبداو التيب تاعك ديرو براتيكيلر مش انتربريز، باسكو كل واحد هنا تما راه يقول لك في اللغه العربيه يقول لك دير فردي ولا شركه، كل واحد يدير فردي ما هناش راح نديرو شركه. هنا الاسم واللقب يقول لك اكتب الاسم كامل كيما راهو مكتوب عندك في البطاقه في لاكارت ناسيونال تاعكم ولا في الاسم تاعك الكامل اللي موجود. تكتب الاسم تاعك على خاطر خطر خلاف كي تلقى الدفعات راهو يهز المعلومات الصحيحه تاعك، ولا كي يجي يبعث لك الكود بين تاعكم اللي تخدموا بها راهو يبعث لهاد المعلومات. لادريس الاولى هنا واش لادريس باه نكونوا واقعيين ويكون المعلومات صحيحه. في الاول تكتب الدوله كيما هنا نكتبوا الجزائريه، نديروا سلاش، تكتب من بعد الولايه كونستانتين، دير سلاش، تكتب لهم رقم الهاتف تاعك. في لادريس الثاني تكتب الحي تاعك سيتي، تكتب السيتي بالمعلومات برقم الباب كلش، من بعد تكتب وراها الولايه كيما حنا في الجزائر انا راني من ولايه قسنطينه نكتب قسنطين، وتزيد هنا تعاود لهم لا تخلي غير قسنطينه، قسنطينه فقط الولايه. هنا تكتب العنوان الصحيح تاعك وين تسكن بالتفصيل، وهنا تكتب البلديه، تكتب كل واحد يكتب بلدية تاع السكن تاعو، تكتب البلدية تاعك، ورا البلدية تعاود تكتب لهم الولاية باه يكون كلش تاعك مجموع. كود بوستال، كود بوستال كيما نحكيو عليه ديما هو تاع البريد، كل بلدية عندها كود بوستال خاص بها. تروح انت تحب تكتب في جوجل ولا تحب عندك كارني تشيك ولا اي حاجة تاعكم تاع البوسطة تاعكم، تروح تهز تقرا الرقم تاعك ولا تكتب في جوجل كل واحد يكتب البلديه تاعو يعطيو الكود بوستال تاع البلديه تاعو. لافيل هي المدينه
كل واحد يكتب مدينة تاعو، قسنطينة، وهران، الجزائر، في تونس كما تونس العاصمة، في المغرب أكادير، في مصر كاين القاهرة، كاين كل واحد يكتب البلدية تاعو وين ساكن، رقم الهاتف، تحط لهم رقم الهاتف تاعك صحيح، ومن بعد دير فاليدي. كي تفاليدي هنا يعطيك باللي راهو راح يتم شغل اللي يقراو الحساب تاعك ويقراو المعلومات تاعك باللي راهو ما عندك حتى حساب اخر وبلي المعلومات تاعك صحيحه. 24 ساعه من وراها يتم الموافقه عاديا على الحساب، وراها يبقى تربطه بقناه تاع اليوتيوب. كي عندك قناه تاع يوتيوب وصل المتطلبات هي 4000 ساعه من المشاهده و1000 مشترك، والله بموقع تاعك تضمن انه الموقع والقناه ما يتقاسوش خلاص. وهنا وصلنا للانتهاء الشرح تاعنا. نطلب منكم غير الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لاجل التواصل بكل جديد القناه، واي شغله ما فهمتوهاش ولا اي شيء ما عليكم غير تشاركونا في التعليقات، اي شيء تطلبوه منا وحنا ان شاء الله نكونوا في العون. السلام عليكم.